أكد الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال لقاء في برنامج مجتمع واعي أن مسيرة التحول الإلكتروني هي في الأساس رؤية جلالة الملك المفدى لتطويع التكنولوجيا الحديثة خدمة للوطن والمواطنين والمقيمين. التحول الإلكتروني هي في الأساس رؤية جلالة الملك الله يحفظه في تطويع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في خدمة الجهاز الحكومي ومن ثم تقديم خدمات ذات جودة عالية حق المواطنين يستفيد منها الكل من المواطنين ومن المقيمين وكذلك حتى من زوار. طبعا هذه جاءت بقرار من مجلس الوزراء الموقر بتوجيه جميع الجهات الحكومية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات بالتحول من الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية. وهي طبعا يخلي الهيئة في مسؤولية كبيرة، مسؤولية مركزية بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية في العمل على تمكينهم في التحول الإلكتروني من خلال الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية المتواجدة في الأجهزة الحكومية وتحويلها من خدمات تقليدية إلى خدمات إلكترونية، وبالتالي تسهيل على المواطنين والمقيمين في التواصل والتعامل مع الجهات الحكومية.